بسم الله ما شاء الله، ده طقم يخبل يا رشا. عاجبك يا ماما؟ قوي. سعد جابهولي ب 25,000 جنيه بس. بس؟ يا 25,000 مرحب بعريس الهنا والسعد. ودي هدية بسيطة ليك يا بابا، خليت سعد يجيبها لك من التوكيل. الله، دي ساعة حلوة قوي. بس خلي بالك عليها يا عمي، دي أصلي وب 5,000 جنيه، ويا ريت ما تلبسهاش مع الجلابية دي. يا دين النبي، ب 5,000 جنيه؟ ده أنا ما حطيتهمش في جيبي، هحطهم على إيدي. وبعدين دي سويسري وأوتوماتيك كمان. وأنا ماليش غسالة فول أوتوماتيك. بصي يا حاجة، أنا ممكن أجيب لك الفول دلوقتي، بس خلي الأوتوماتيك في عيد الأم. يا ماما، خليت سعد يجيبها لك من محل غالي قوي ما بيبيعش غير مستورد. ايه ده؟ فروة، ما لقيتوش حاجة جابها لي غير فروة دي؟ ليه شايفيني بمامة؟ مامة ايه بس يا طنط؟ يا فروة خروف، ده فروة منك. ايه منك دي؟ دي دبة بتعيش في القطب الشمالي. انا مالي يا اخويا بالدبة؟ انا عايز ده موبايل بكاميرا. موبايل ايه يا طنط؟ على فكرة الفرو ده غالي جدا. ولا يغلى عليك يا ماما، هخلي سعد يجيب لك موبايل وبكاميرتين كمان. ماشي خلاص، طالما الفرو مش عاجبها يبقى نرجع بقى الفرو ونجيب الموبايل. الفرو هيفضل وهتجيب الموبايل. ايوه بس احنا اتفقنا ان كل واحد له هدية واحدة. الفرو ده هيبقى ليا انا، ولا عندك مانع؟ لا ابدا يا حبيبتي، مفيش مانع. اللي هقول لي يا سعد يا ابني، عملتوا ايه في الشقة بتاعتك؟ والله يا عمي احنا شقة مين يا بابا؟ هي دي بقت من مقامنا؟ سعد هيجيب لنا فيلا وفي القطامية كمان. اخي ما لقيتوش الا القطامية في الجبل ده تسكنوا؟ جبل ايه يا طنط؟ جبل القطامية حاجة والفيلل اللي في القطامية حاجة تانية. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني فيلل يا عمي، جناين، حمامات سباحة، حاجات عمرك ما شفتها طبعا. ولا ايه يا حبيبتي؟ أحبك يا دودي. أهو ده اللي بناخده.